مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. ما زال ترند حسن شاكوش وريم مراته مستمر ولسه مقلصش، كل يوم في جديد وكل يوم في طرف بيطلع يقول حاجه، وكالعاده السوشيال ميديا ما بترحمش، والمؤيد والمعارض ما بيبطلوش تفاعل في الموضوع، يزيد اكتر واكتر ويفضل ترند مصر الاول. في البداية كانت بسجدة وعشان الترند، والنهاية محضر والله أعلم عشان الترند برضو ولا لا. وعشان كده بتجري نيابة أكتوبر أول تحقيقات موسعة في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، بعد البلاغات المتبادلة بينهم خلال الأيام القليلة اللي فاتت. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بخصوص الوقعات وخلافات الطرفين وصحة أقوال الزوجة بأن زوجها المطرب حسن شاكوش استولى على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة بقيمة 500,000 جنيه، وكمان اتهام زوجها ليها بالاستيلاء على مبلغ 500,000 جنيه أيضا قبل ما تمشي من منزل الزوجية. وكشفت مصادر أمنية أن الوقع مجرد خلاف بين زوجين، ومفيش تقرير طبي من الزوجة بيفيد تعرضها للضرب من زوجها، فهي اكتفت باتهامه بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة حرروا ليها بدل من المؤخر الصداق. وفي المقابل اتهمها حسن شاكوش بالاستيلاء على مبلغ 500,000 جنيه، أو بمعنى آخر يعني محضر قصاد محضر. وأضافت المصادر أن النيابة هي الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء باستدعاء الطرفين لسماع أقوالهم بخصوص الاتهامات المتبادلة بينهم أو بقرارات أخرى. وحررت زوجة حسن شاكوش محضر ضده بقسم شرطة أكتوبر الأول بتتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة بعد أقل من تقريبا شهرين على زفافهم الأسطوري وسجودها في قاعة الحفل. وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث قد تلقى اختارا من مفتش المباحث بيفيد بحضور ريم صادق 28 سنة ربة منزل ومقيمة داخل كومباوند شهير للقسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام، وأيضا الاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق. وقالت إن الخلاف من فترة، وقالت إن سبب تأخيرها في تحرير محضر إنها كانت بتأمل في الصلح بينهم، إلا إنه بعت لها رسالة أعلن فيها عن رغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فعلى الفور حررت محضر ضده وطلبت إثبات الحالة. وكمان حرر المطرب الشعبي حسن شاكوش محضر ضد زوجته ريم طارق بيتهمها بسرقة 500,000 جنيه وأيضا الهروب من منزل الزوجية، وبيأتي ذلك عقب قيام الزوجة بتحرير محضر ضد حسن شاكوش بتتهمه بالسرقة والاستيلاء على مجوهرتها وبتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة. ودي كانت تطورات القضية اللي بتشغل الرأي العام دلوقتي واللي بنتمنى تنتهي بسرعة، والسوشيال ميديا والرأي العام يهتموا بشيء مفيد وصالح لمتابعته. مشاهدينا شكرا ليكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.